دائما مشاهدينا في برنامج الحياة بريك على قناة الحياة الجزائرية وعلى المباشر. مازال أرقامنا الهاتفية تحت تصرف ديالكم 0562 32 32 88 213. المتصلين من خارج الوطن، سؤال الحلقة يقول: هل يتزوج الجزائري من امرأة تفوقه سنا؟ قبل ما نعود نفتح الاتصالات وناخذ الرأي ديالكم، نروح ديركت وناخذ رأي الضيفة ديالي الفنانة الكوميدية سهيلة فارس. مساء الخير ومرحبا. مساء النور أمين، شكرا للاستضافة في قناة الحياة، وإن شاء الله نقضوا وقت شباب كيف كيف إن شاء الله. دونك هل يقبل الجزائري أن يتزوج بمرأة تفوقه سنة؟ أنا بالنسبة لي يعني لاش شيفخ، يعني رقم برك، المهم هو الإنسان يكون فاهم على الطرف الثاني، يكونوا يعني مهنيين كيف كيف، دونك لاج زيادة. حنا كنا استقبلنا بعض المكالمات في الجزء الاول، كاين ناس قال لك حنا ما عندناش مشكل اكيد، مي المجتمع الاسره، كاين اللي قالنا بالك يماه تحشم انه تكون زعما العروسه ديالها كبيره، بالك اختو بالك خالته. يعني انا بور موا باش تحشم حاجه صارت في الدين، يعني اكثر قدوه لما لحقوا لها هو الرسول عليه الصلاه والسلام، سيد الخلق عليه الصلاه والسلام. طبعا هو كان متزوج بامراه اكبر منه سنا، يعني ما قدوش نهربوا من الحقيقه. اوكي، نروح نشوفوا هذا المتصل ولا المتصله، واش رايو في موضوع الحلقه؟ الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. كلك اخي؟ لاباس خويا. لا راك منور الشاشه. الله يطول عمرك، شكرا. نتعرفوا عليك. لاباس الحمد لله. ليكيب لاباس الحمد لله. نتعرفوا عليك. بالعرب احمد. مرحبا، منين؟ بلعباس. من ولاية بلعباس. أحمد قل لي، هل يتزوج الجزائري بامرأة تفوقه سنا؟ شوف، الأول ترحموا على الشهداء، ربي يرحمهم. نعم ربي يرحمهم، هذو اللي ماتوا في الأحداث الأخيرة، البلاء طبعا، البلاء والله حرائق. والموضوع الثاني، الفتاة تكون كبيرة يديها صغير، تبان لي عادي مع شي حاجه، شتا مشكله. اها، المهم يكون الاخلاق مدينه تصلي. كاين بعض المتصلين قال لك اذا كان الشاب يقبل بالك الاسره ديالو ما تقبلش بالك. شوف انا اخي، كاين يقول لك غايه الناس لا تدرك، ارضاء الناس غايه لا تدرك. ارضاء الناس غايه لا تدرك، صح فهمني خويا؟ صح، كل واحد يدير الشيء يبغي، وسنة الحياة. وهذه الكبيرة، هذه الكبيرة ربي كاتب لها تزوج بعد صغير، واحد ربي كاتب لها أكيد مكتوب. حنا أنا نسمعوا بالك البنت ديالك راهي معاك ياك؟ لا ولدي، ولدي ربي يشد لك إن شاء الله. آمين آمين، ربي يحفظك، ربي يشد لك. آمين. أيوة، السلام عليكم، بارك الله فيك. شكرا لك على هذه المكالمة، تحيتنا لكل ناس بلعباس من خلال الاتصال ديالك. مكملين مشاهدينا على المباشر، وموضوع الحلقة: هل يتزوج الجزائري بامرأة تفوقه سنا؟ وضيفتي في هذه الحلقة الفنانة سهيلة فارس، كنا خدينا رأيك في موضوع الحلقة. سهيلة فارس ممثلة جزائرية كوميديا أوسي، كان تعرف عليك المشاهد يعني لأول مرة، خليني نقول، في مسلسل بنت البلاد. بنت البلاد في دور الضوية طبعا. احكي لنا شوية على المشاركة هذه. والله انا عموما يعني كنت مامله بالمشروع، لانه كانت حاجه جديده ما تعملتش من قبل، وشنو كنت متخوفه اسكو الناس يتقبلوني ولا لا. والحمد لله الناس تقبلوني واحبوني وصافي بليزير. الحمد لله. اليوم راكي زعما احسن ممثله كوميديه لرمضان 2022. هذا كان الحمد لله رأي، داروا سونداج رأي الصبر الاراء طبعا اكيد، رأي الناس المشاركين خاصه في صفحه ايتي بالجزائري. الحمد لله توجت باحسن ممثله كوميديه، الحمد لله. كان لقب، كانت جائزه، كانت كان لقب. لقب وي طبعا، هذا رأي الجمهور والناس يهمني أكثر. على السونداج هذا اللي ندار، ندار على المسلسل تاع بنت البلاد، ندار على مجمل الأعمال اللي قدمت في رمضان. أكثر شيء أنا خدمت في يعني بامال دو بروجي، بصح اللي بنت فيه بزاف هذا العام سي بيان بنت البلاد في الجزء الثاني. الضاوية يعني كسرت شوية الحاجز، كاين الناس الحمد لله عجبهم الأداء تاعي. جستومون الضاوية ماركات مع الناس، دونك أو بوان وين كاين مقاطع على التيك توك تاع الضاوية، كاين مقاطع يستعملوهم الناس أيار. أكيد طبعا، وكي نكون شي في برا ما يعطونيش باسمي سهيلة، يعطوني بالضاوية.
حتى ولادي من داك يقولوا لي داويه والف وخلاص راه فيا وصافي بليزير هذا الاسم اللي ربحت عليه بزاف والله يدوي علينا ان شاء الله ان شاء الله. دونك مكالمه اخرى. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الخير. مرحبا. نتعرفوا عليك. انا فاضله من ولايه بازا. مرحبا بك وبناستي بازا. شكرا. دونك تعطينا رايك في موضوع الحلقه. ما هذه الحلقه نورمال. انا ما درتش حاجه نورمال. وحده كبيره تزوجها وحده صغيره نورمال. عادي عادي ولا عادي. وشنو هما بالك المشاكل اللي يقدروا يطيحوا فيهم الازواج اللي يكونوا عندهم فارق سن كبير؟ لا ما تبقى زي ما كانت المشكلة إلا كانت هي تعرفه ويعرفها ولا نورمال. شكون عندها نفس الراي معك سهيله؟ انا وحده ما بور مو لاج سوني كان شيخ يعني المهم مفاهمه ولهنا وكيما يقول لك الاخلاق هي الصح بور مو صح فوالا هذا ما كان فوالا. دونك سجلنا راي ديالك وشكرا على الاتصال تاعك. شكرا شكرا جزيلا. الله يطول عمرك. تحياتنا لكل الناس في فازا من خلال المشاركه ديالك. احسن ممثله كوميديه لرمضان 2022 ما نقدرش نقول بطلة مسلسل بنت البلاد لأنه كانت بطولة جماعية كانت أول فوالا كانت أول تجربة ليك. شفناك في بنت البلاد شفناك في عاشور العاشر روسي طبعا اللي كان المرور ديالك مميز في عاشور العاشر فازيلة بنت حمانيس هي كان مرور صغير ولكن الحمد لله الناس يعني جيت خفيفة الناس حبوني فيه هذاك هو الصح. وشاركت دوار السوس شاركت في القصر و الحمد لله يا ربي قصر دونك من الدوار للقصر ديريكت للقصر درت كونكور تاع طعام باش نتزوج الامير رامي واكيد طبعا شاركت مع يمنى وغازيه في بنات الجزائر. دونك نحكيو على مسلسل بنت البلاد نحكيو سي على عاشور العاشر نحكيو على كل هذه الاعمال طبعا. سهيله فارس انت بالك جديده طبعا. في الوسط الفني الجزائري كاين ناس يتسالوا اليوم يقول لك سهيله فارس وين كانت قبل بنت البلاد اسكو درتي دي فورماسيون اسكو شاركتي في اعمال درتي دي كاستينغ جو سي با. هو يعني انا كنت حكيت ديجا بلي كنت راح نشارك في ستا اكاديمي وكنت بشربي على جال باسبور يعني كنت ديجا اختاروني ولكن ما لم يشاء يعني القدر ان نشارك في هذاك المومون. يعني جي فوندي ان فوايي تزوجت جبت اطفال وخدمت في مجال الفندقه والسياحه من بعدها رحت للقاهره راح نتكلموا في هذا الموضوع فوالا نتكلموا على ستار اكاديمي وسي بعد ما نستقبلوا هذه المكالمه. الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مرحبا مدام لو كان برك تنقصي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. الو 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 مرحبا واش راكي لاباس؟ المكالمة رديئة حاولي توصلي معنا عبر الرقم الهاتفي الظهر أسفل الشاشة. سهيلة فارس قلتي لي بلي أول تجربة ولا أول محاولة كانت برنامج ستار أكاديمي لأنه أنت تعرفي على نفسك حاليا أنك ممثلة ومغنية وسي. نعم نحب الغناء نهوى الغناء من صغري يعني يعني عموما من الفن يعني نحب التمثيل تو سكي سبيكتاكل مهرجان كما يقولوا نحب ليميتاسيون نحب نقلد بزاف ملي كنت صغيره تميلي شويه للكوميدي. انا كي نشوفك على طبيعتك يعني خارج التصوير خارج البرامج وسي ديري لومبيونس ضحكي شويه انا نتعرفهم انا وياك صافي لونتون تعرفني توجور نحب نضحك نحب كما يقولوا دونك سي بور سا مشيتي للكوميديا راح تتخصصي في الكوميديا نشوفوك بالك في اعمال دراميه ممكن انا ماذا بيا نشارك في عمل درامي نحب انا الادوار المركبه اللي غول كومبوزي ماذا بيا نشارك في انا هذه الكلمه هذه تاع الادوار المركبه في كل مره ندير برنامج في كل مره نتفرج برنامج نلقى ممثلين يقول لك نحب ندير دور مركب دور كذا. شو هو الحلم ديالك كيفاش دايره الدور المركب؟ ممكن يكون مريضه نفسيه
ممكن الشخص من ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة، ممكن شبا من بين هذوما بالك اللي سميتيهم، شكون هو الأقرب ليك هكذا؟ شكون الدور اللي فريمون كيحب ديره؟ ممكن ذوي الهمم طبعا، ذوي الاحتياجات الخاصة، لأني أنا يعني نحب هذوك الناس، نحبهم بزاف، نحب جافي دي فوازان الله يرحمهم توفاو، سيتي أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كنت صغيرة كنت نلعب معاهم، كنت نحبهم، فهمتني؟ ماذا بيا أنا نحسهم قرب وعزاز عليا، فوالا. دونك نوجه لهم تحية. احنا كانت معنا سيدة حشيشي فوزية مؤخرا في برنامج الحياة بريك، نوجه لهم تحية كبيرة، تحية لكل أصحاب الهمم. قلت لي وسي مشيتي إلى القاهرة. إلى القاهرة والله رحت القاهرة، أنا رحت باش نخدم فورماسيون، وتلاقيت بأصدقاء تما خدموا معايا، كانوا يديروا ورشة تمثيل، ورحت درت ورشة تمثيل معهم. اليوم كي نتكلموا بالك على ام عندها اطفال، ما عندهاش خبره، ما عندهاش ما عندهاش دي كونتاكت في الوسط الفني، تمشي ديريكتومون الى القاهره باش ديري فورماسيون، كان شجاعه كبيره منك. اكيد اكيد، هي درت فورماسيون في السياحه والفنادق، او ميم طون درت فورماسيون. دونك رحتي على جلسه السياحه الاثنين والفندقه؟ ما نكتبوش على بعض، رحت على جلسه الاثنين. فوالا درت تما ورشه عند خالد جلال وتامر شمس الدين وطارق السباعي، سي دي غون ماتر تاع التياتر، مخرجين المسرح، والحمد لله يا ربي تعلمت منهم بزاف حاجات، ومازال نزيد نتعلم. ريسامون دخلت المدرسة لا ميزون دي زار ناصر السوداني، راني تانيت معاهم، حبيت نزيد نتعلم اكثر واكثر. تكوين جزائري بعد تكوين مصري، وماذا بيا نقعد نتكون حجك لافان يعني. علاش اليوم يمشي الممثل الجزائري الى مصر الى بلدان واحده اخرى باش يدير تكوين في التمثيل مثلا؟ والله شخصيا لانه يعني احنا عندنا لي كومبيتونس، عندنا قدرات. مصر هذه كيما قلت لك جات زهر، انا باش نكون صريحه معك، ماشي لانها الرائده في الدراما. اكيد رائده في الدراما ورائده في المسرح، ويعني ما كنتش عارفه تكملي مع الافلام المصريه والمسلسلات المصريه. كان الحلم ديالك تكملي الفورماسيون في مصر وتقعدي في مصر؟ نقعد، ممكن نقعد نروح ونجي، كان كنت راح نشارك في عمل مكتبش ربي. نتكلموا في هذا الموضوع، وعلى باليش شحال هي مساحه الحريه باش نتكلموا في هذا الموضوع. مكالمه اخرى لمساء الخير. حتى تعرف الحكايه. الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. مرحبا بك. لاباس خويا، لو كان برك تنقص التلفزيون وتسمعني من التليفون. ولا جوبونس لازم تبعد على التلفزيون. هاكا. فوالا تفضل، نتعرفوا عليك. حسين بوسعاده. مرحبا بك وبناس بوسعاده. الله يسلمك. الله يطول عمرك. أول حاجة الله يسلمك، نشرح له يا ربي يرحمهم ان شاء الله. ان شاء الله، ونشكروا الفنانة عطية في الاذاعة معك. الله يسلمك. سيدة سودة فارس. تحاولوا نحب قناة الحياة الكل. شكرا شكرا. شكرا جزيلا، تحية لك وتحية للناس بوسعادة. الله يسلمك. يعيشك. أما بالنسبة للموضوع تاع موضوع الحلقة. تزوج امرأة. موضوع الحلقة. أنا قبل كان ليا صار لي هكذا وجيتي ما قبلتش، ما قبلتش الزواج من مرأة أكبر مني بست شهور. ست شهور برك ما قبلولكش. رحمه الله يرحمه، حد يكون عندي زوجة أقل مني بست سنوات وكما رغب هو كان أمر هذا. بصح ست شهور ماهوش يعني ماهوش فارق كبير. كان بيني وبينها ست شهور ما قبلتش. جدي ما رفض. الوالد ديالك؟ جدي جدي جدي. جدك. جدك. كان رافض جملة وتفصيل. دوماج. انه لازم تكون الزوجة أقل مني بست سنوات على الأقل. كاين جينيرالمون يقول لك لازم الزوجة تكون صغيرة على الزوج، لأنه الزوج بارابور المهام ديالو والخدمة تاعو وكذا يعيا ويكبر، ولازم توجور تكون المرة صغيرة عليه باش تقوم به، باش تقوم به، باش تعاونو، باش ترفدو، باش كذا. أنا بور ما نو. الحياة يعني الزوج، الزوج لازم يقوموا بعضهم، الزوج يتعلموا بعضهم. صح صح. الشريعة الإسلامية عاد. أكيد أكيد. هي تبقى مكاتب وسي. خالد. قلت لك يبقى مكتوب الله هذا تانيت. يبقى مكتوب الله، ايه هو الـ
ودائما السباق ان شاء الله ما راكش زعفان على جدك. انا من اللي صدم يعني الجد ساعه الامر هذا استسلم السباق. تزوجت دركا؟ عندك اسره؟ عندك عائله؟ عندي زوجة، عندي معها زوج دراري الحمد لله. الحمد لله. وواحد في الفطور اللي جات كما نقولوا في الطريق. ان شاء الله ان شاء الله ربي يكمل بالخير. المخرج ديالنا مصر باش يسالك هذا السؤال. رزقي الونيس قال لك الاولى كانت كبيره عليك بست شهور وما قبلوش، شحال صغيره عليك الزوجة ديالك حاليا؟ سبع سنوات. دونك ربي ان شاء الله يكمل بالخير وربي يطيب العشره ديالكم ويبقاو هذوما مكاتب الله. سبحان الله. شكرا على الاتصال ديالك. نهدكم كامل قناه الحياه الجزائريه. الله يعطيك الخير. شكرا. تحياتنا لكل الناس بوسعادة. تحياتنا الى الاسره ديالك وسي من خلال هذه المكالمه. مكملين مشاهدينا على المباشر في برنامج الحياة بريك وموضوع الحلقة هل يتزوج الجزائري بامرأة تفوقه سنا؟ نقعد في مصر ولا نخرج من مصر؟ نخرجوا من مصر، دخلنا أنا والجزائر. بالك الناس دوكا اللي يشاهدوا فينا يقول لك علاش ما حبش تكلم بزاف على مصر؟ لأنه يعني تعتبريها تجربة سيئة؟ تجربة هاك مليحة، تعلمت فيها، كسبت ناس، تجربه يعني النهايه ما كانتش سعيده. النهايه ما كانتش كما توقعت انايا، والحمد لله دخلت لبلادي وراني معززه مكرمه وناس يحبوني وانا نحبهم، سي ديجا ليسونسيال. الحمد لله. واش كنتي تسناي بالك زعما واش كنتي تسناي نهايه مخالفه على النهايه اللي شفتيها في مصر؟ والله انا كان يعني من الودود كما شي ممثلات عرب داروا كارير تما، انا جو مو سوي دي وعلاش لا. اليوم اسكو الممثل ولا الممثله الجزائريه تقدر فريمون تدي بلاصه في مصر؟ لازم تكون لهجه بارابور، لازم تكون هنا ممثله كبيره باش تروح تما تقدر تخدم. ديبيتونت واش تروح امبوسيبل. حنا نشوفوا بالك ممثلات لبنانيات، ممثلات تونسيات في مصر يرفضوا اللهجه ويتكلموا بالمصري وكذا. اسكو انت زعما انا ما كانوش يحسبوني كاع جزائرية، كانوا يقولوا انت مصريه. انا راح نطرح لك سؤال باش نقول لك عطينا طونت بين هذوك تاع الحاره تاع مصر. لا لو كان تعطينا حاجه هكذا باش نشوفوا الموهبه ديالك في الاداء المصري. في الاداء المصري. طب حضرتك اسالني وراح اجاوب على طول. أو صفق لك سيد مخرج. شكرا. مكالمة أخرى. ألو مساء الخير. ألو. ألو. لو كان برك تنقص التلفزيون وتسمعني من التليفون. ألو. ألو. ألو ألو. ألو. سيدي الكريم لو كان تنقص التلفزيون وتسمعني من التليفون. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. واش راكم لاباس؟ الحمد لله. وانت واش راك؟ نتعرفوا عليك. معك الاخ رشيد من سيدي بلعباس. من وين؟ رشيد من سيدي بلعباس. مرحبا بك وفينا سيدي بلعباس. يا الناس. رشيد واش رايك في موضوع الحلقه؟ يا اخي الحاجه الاولى نقول لك موضوع الحلقه ما كانش فرق. انقطعت المكالمه. حاول تواصل معنا عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه. مكملين مع الفنانه الجزائريه الكوميديه سهيلة فارس. دونك نخرجوا من مصر. خليك تنفسي هكذا شويه. من مصر الى الجزائر درتي كامل هذوك التجارب التمثيليه. الحمد لله. اليوم عندك مشاريع جديده، اليوم الناس تعرفك، قنوات تلفزيونيه تعيط لك، عندك عروض وسي في وقت قصير جدا. خليني نقول واش تبدل في حياتك في هذه السنوات الاخيره بالك اللي دخلتي فيها عالم التمثيل؟ والله غير صدقني بالله غير قعدت انا هي انا بالنسبه لي انا شخصيا قعدت توجور انا لامان. تبدل في حياتي اكيد، ظهور ناس جديده في حياتي،
متابعين معجبين يحبوني وصافي بليزير. حبت الناس نعمه من عند الله الحمد لله يا ربي. كي تمشي هكا في الزنقه ويعقلوك الناس يتصوروا معايا صافي بليزير والله. من داك تخرجي برا ما يعرفك حتى واحد والله غير يعقلوني. شو غير تمشي هذه لعبة. دونك قلتي لي بلي كنتي راح تشاركي في برنامج ستار اكاديمي 2004 فوالا ومن بعدها مشيتي للتمثيل وكذا، ولكنك مصره الى حد ساعه انك تشاركي في برامج تلفزيونيه، خلينا ما نقولوش الاسم، ولكن كان برنامج لخساره الوزن اللي تم استبعادك منه. كاين ناس قالوا استبعاد، كاين ناس قالوا لا كاستين، كاين اللي قالوا حظوظ. والله انا بالنسبه لي كنا انا واش قلت يعني واش خممت يعني زوج ممثلات بزاف هذا كيشكك في مصداقيه تاع البرنامج فهمتني، وكنا بزاف من صحاب ار جي 16 دونك سي بور سا خيرو كالكوزا ان شاء الله هذا العام انا ولا لا دونك مازالك ان شاء الله تحاولي باش تشاركي في البرنامج. دابا خصنا نخسر شويه وزن ونعاودو لي كيما كنت زمان. علاش مليح صراحه دوكا بالك واحد يتفرج فينا يقول بلي كنتي حابه تشاركي باش تخسري الوزن ديالك ولا باش تربحي الجائزه بالك. انا حبيت نربح صحتي صراحه ماديات اخر حاجه، ولكن صحتي هي سبق. دوكا الشغل نشوف في روحي نطلع دراوج اسمها كيما يقول لك تحكمني هذيك اللهجه تاع التنفس صعوبه التنفس يعني الحركه تاعي يعني ديفيسيل باش نبوجي دونك بريفير نربح صحتي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. مكالمه اخرى. الو مساء الخير. الو سهى. مساء النور مرحبا. الله يسلمك يعيشك. نتعرفوا عليك. معك سوميه من الجزائر العاصمه. مرحبا بك سوميه وبناس الجزائر العاصمه. الله يسلمك يعيشك. معنا الفنانه حبيت نشارك معكم في الموضوع. يلا ومعنا الفنانه سهيله فارس ولا الضاويه. نحبها بزاف نتمنى لها ان شاء الله تزيد ما اكثر. شكرا جزيلا حبيبتي شكرا ربي يحفظك. الله يسلمك. شكرا. دونك موضوع الحلقه، هل يتزوج الجزائري بامراه تفوقه سنا؟ انا اشوف فيها نورمال. يقدر الراجل كيكون متفاهم مع المراه هذيك يتزوجوا. بشحال زعما هكذا يكون الفارق بيناتهم باش يقدروا يتزوجوا ويتفاهموا؟ ما يقدرش، ما الفارق لازم ما يكونش كبير بزاف، خاطرش كيكون كبير بزاف راح تكون العقليه مختلفه. وكي تكون عقلية مختلفة ما يكونش توافق وما يتفاهموا ولا ما يقدروش يتفاهموا. صح. شحال زعما فارق السن بالنسبة لك انت؟ 5 سنين ما يتعداش 5 سنين. حنا كان معنا متصل ولا غير 6 شهور برك مسكين جدو ما خلاش. تحياتنا ليه على كل حال. سمعت هذاك المتصل دي فوا العائله توقف عائق بين طرفين. وشنو هو المشكل؟ انت ما نعرفوش اذا كنت متزوجه ولا لا. انا متزوجه وما عندي طفل. الله يبارك. دونك اكيد انت صغيره على الزوج ديالك صح؟ انا صغيره على الزوج تاعي، صغيره عليه ب10 سنوات. دونك تزوجتو بفارق عمر 10 سنوات عادي. سي 10 سنين عادي جوبونس. انا راجلي كبير عليه ب10 سنين. ولو كان كنت انت كبيره عليه ب10 سنين. الزوج تاعي متفاهمين الحمد لله. ما عندنا حتى مشاكل الحمد لله يا ربي. الله يدوم عشرتكم ان شاء الله. الله يسلمك ويدوم عشرتك. امين حبيبتي الله يحفظك. دونك يبقاو هادوما بالك عقليات سي صا؟ عقليات وكل شيء مبني على الاحترام والمودة، كيكون متفاهمين والأخلاق هما الدور الأساسي باش تنجح أي أسرة. صح. دونك ربي إن شاء الله يكملك بالخير. شكرا على المداخلة ديالك. آمين آمين. نهديها برك إهداء صغير لابني حبيبي ربي يخليه لي ويخلي لي زوجي العزيز. آمين إن شاء الله. تحيتنا ليهم كاملين. الله يسلمك يعيشكم. مكملين معكم مشاهدينا هذه الحلقه من برنامج الحيد بريك على قناه حيد الجزائريه وعلى المباشر مع الفنانه الكوميديا سهيله فارس. مرحبا بك مره اخرى. شكرا جزيلا. شكرا. دونك موضوع الحلقه ولا السؤال الذي طرحناه اليوم، هل يتزوج الجزائري بامراه تفوقه سنا؟ ارقامنا الهاتفيه تحت تصرف ديالكم 213 للمتصلين من خارج
الوطن. سهيلة فارس، قلت لي حلمك أنك يعني جسدي دور بعيد عن الكوميديا. اليوم العروض اللي تجيك أسكو كلها عروض كوميديا لأنك تصنفتي في خانة الفنان الكوميدي الجزائري، ولا كاين بالك عروض أخرى؟ هي ما نقولكش مع الأسف، يعني الحمد لله توجور مصنفة مع الممثلات الكوميديات، لكن ماذا بيا يجي نهار وين واحد يشوف فيها حاجة ما شافش فيها مخرج واحد آخر يعطيني دور درامي. في الأدوار درامية وبالك في بلدان أخرى ما نعرفش، نشوفوا الممثلات حتى الشابات يعني يعملوا كل الأدوار، تقول لك حتى دور الأم، حتى دور واحدة عندها دراري عندها كذا. اسكو احنا في الوسط التمثيلي ديالنا مازال عندنا هذيك تاع عند كاين سن معين باش تبداي ديري أدوار الأم، ولا كاين؟ لا بالعكس، ما عندناش سن معين، وكونتخيغ شويه ماكياج منا تقدر ديرها زعما تكون صغيره بعد 20 عام ابخي تكون لا ميم. لا ما عنديش مشكل انايا، ميم هكذا كيما راني نقدر نمثل. كاين يقولوا لها ديري دور واحده في الجامعه، تقول لهم ما عنديش مشكل، بدور ام تقول لهم لا مازال الحال شويه. لا لا انا ما نقدرش ندير دور الجامعه، انا ندير دور الجامعه. لا خلاص راحت عليا. هذه عفوية الضيوف، وهذا هو المباشر وسي. شفناك في برامج وسي، تكلمتي على حياتك، تكلمتي على أولادك وسي. حاجة شخصية بلك سهيلة فارس، ما ندخلوش بزاف، ولكن اليوم كي تشوفي الفائزة في البرنامج اللي كنا نتكلم عليه تحصلت، يعني ألف مبروك على كل حال، تحصلت بلك على اللقب وتحصلت على منزل وسي. أنا نعرف بلي المنزل هو الحلم ديالك سهيلة فارس. نعم أنا يعني شخصيا ما عنديش منزل مع الأسف. لا سيتواسيون تاع الفنان اللي شوف يقول لك فنان راك ضامنها، نو انا نسكن دون اون كاف خدمتها جلي روتابي الحمد لله. جي انا في دو كبيره ابيتابل، يعني زعما دابا يكون عندي منزل كبير نطلع على منظر، نطلع على البحر على الغابه ما باليش انايا، ماذا بيا. على جال ولادك بالك؟ على جال ولادي، باسكو ولادهم يكبروا اف دو ما تكفيش، دوك البنات يكبروا والولاد يكبر. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. كاين ناس ما لقاوهاش صح، الحمد لله. دونك مكالمة أخرى. ألو مساء الخير. ألو مساء الله. مرحبا. لاباس الحمد لله. خويا وأنت؟ ما الحمد لله. الحمد لله، نتعرفوا عليك. نشوفك ونشوفك الفنانة القدير محمد في البيت. مرحبا بك محمد، تفضل معك الفنانة سهيلة فارس. أهلا وسهلا بك محمد. تقدم احتراماتي للفنانة القدير. ربي يحفظك. سهيلة معروفة بالضوء، نفرجوها بزاف. ربي يخليك خويا العزيز، ربي يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. بالنسبة للموضوع اليوم انا واش نقول، كلش بالمكتب. اسكو انت متزوج محمد ولا لا؟ انا متزوج. الله يبارك. الله يبارك. متزوج عندي ولد. ما شاء الله. دونك خيرت زوجة كبيرة عليك، صغيرة عليك؟ صغيرة. انا ما شفتهاش ولدي ضاع. الله يبارك. الله يبارك. ولكن انت ما عندكش مشكل انه ما عنديش مشكل، كل شيء قلت لك مكتوب، ولا مش حتى اعمى كما تقول. قال لك الحب اعمى. كيفاش؟ الحب اعمى، كي يكتب المكتوب يعني ما هذه هي. انا في مو الدنيا مكاتب ونهار اللي دق القلب. محمد شحال هو العمر بالك الماكسيموم اللي يقدر يكون بين اثنين باش يتزوجوا؟ العمر زعما شحال تقدر تكون كبير عليها هاد السيده؟ 5 سنين 6 سنين ماكسيموم 5 سنين 6 سنين. مقبوله؟ مقبوله 5 سنين 6 سنين، صح. فوق 6 سنين ما تقدرش، صعيبه شويه. احنا كمان في ملي قالت لي انا ولا كان راجل كبير على المراه نورمال، بصح ولكن المراه كبيره على الراجل ما لازم تهبط منك بشوية، ما تفهموش صعيبة شوية، ولا كانت المرأة بزاف. دونك أنا ما أحسن. شكرا لك على الاتصال ديالك. بارك الله فيك، ربي يحفظك. شكرا، الله يطول عمرك. شكرا لك. هو قال 5 سنين. أنا بالك في هذا الموضوع نقول شي با رأي شخصية،
انه لما يكون فارق السن بين الزوج والزوجه ديالو تحسوا بلي هذاك العمر اللي بين الام والابن ديالها. نعم دونك هذا الشيء اللي فريمون مرفوض يعني ممكن تسامحش بيناتهم نص الشباب تاع الغربه مزوجين عمر تاع جداتهم هي امهاتهم هي عام عادي. عامين كذا عادي ولكن من داك تشوف زعما مره كبيره بزاف كبيره بزاف صغير بزاف تقدر تكون 60 سنه و40 سنه بصح زعما ان جون غارسو ان جون نوم هكذا نو مستحيل ما يقدروش يتفاهموا نو هذيك بناتهم داخله فيها مصالح لي زانتيغي انا بور موا كي تلحق هكذاك باينه كاينه افير ورد افير ظلام بصح هكذا نقولوا جو با ان جون تاع 25 او ما واحد عندها 30 او 35 او ممكن سا مارش ما يورتهاش ما يورتهاش مكالمة هاتفية أخرى ألو مساء الخير من ولاية البليدة ألو مساء الخير ألو ألو مساء الخير الأخ لو كان تنقص التلفزيون وتسمعني من تليفون أوكي مرحبا ألو. من ولاية البليدة ألو. مرحبا بك الله يسلمك نتعرفوا عليك عبد القادر أمري عبد القادر يلا عبد القادر واش رايك في موضوع الحلقه الحلقه موضوع تاع المراه كبيره على الرجل يعني الزوجه تاعي كبيره عليا بخمس سنين عادي الله يبارك دونك الزوجه ديالك كبيره عليك بخمس سنين اسكو وعندي دراري ما شاء الله عندي ثلاثه عندي زوج يقرا في الجامعه وعندي ما شاء الله ربي يسعدك ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله محمد اسكو العائله ديالك وافقت ولا خديت وقت باش تقنعهم ما وقفت ما والو عادي نورمال كي يكونوا متهمين الله اش بالعش الدور الله خاش علاه سبب صغير ولا كبير يكونوا متهمين ما كاش الله صح الله يكون حتى 20 سنه 25 سنه عادي نورمال برافو كيما اصحاب عمل نورمال واحد يحب وحده نورمال ما تشتا الله خاش حدا ولا ندير الله جواك هيا لازم ما يتزوج هذه بني هذه ماشي بني هذه صغير هذه كبيره والله كل حاجه في بلاصتها صح صح يقول حاجه في بلاصتها دوك هو بنادم يدي يدي وحده بالفاميليا تربي له دراري هكا صح ويقول لهم متهمين هكا وهذا ما كان ماشي دوك هذوك انا نشوف يتزوجوا يقول لك لا لازم تكون لازم تكون واحد لازم ما سدوا هذا اللي يديروا فيسبوك هذا اللي اخر اسمه راح صح ولا غير صح كاينه كاينه يملك دونك وربي طول يجيب ربي يجيب خير ان شاء الله ان شاء الله اللهم امين ربي يطيب العشره ديالكم ان شاء الله وسلم على اللي راهي معك الله يرضى عليك شكرا وعليكم السلام تحياتنا للعائله ديالك ولكل الناس البليده من خلال المشاركه ديالك مكملين المشاهدين في هذا المباشر مع الفنانه سهيلة فارس بين مؤيد بين معارض كاين اللي دا وحده كبيره عليه كاين اللي يقول لك لا كاين اللي يتبع بالك كلام الناس كل واحد واش عنده وجهه نظر في هذا الموضوع والله انا مع يعني كيما نقول لك مع انا مؤيده انه ما لازمش يكون الشرط هذا لاج هذا الشرط في الزواج لانه الصح لهنا ولا ماتوريتي والاخلاق احنا شويه بالك في المجتمع ديالنا مازال ما نقبلوش انه واحد يتزوج بمطلقه حتى ولو تكون صغيره عليه دونك خلي دونك خلي يا زعما تروح تقول لهم يتزوج يعني مع وحده كبيره عليه هذه يعني اكزاكتومون وحده مطلقه صغار تلقاها وحده في زوج في العشره ولا واحد في العشره اللي يقدر يتقبل هذه الحاجه دونك نوليو الى مشوارك الفني قلتي لي عندك اعمال كثيره معروضه عليك حاليا بور لو مومون رانا مع لا سيزون 3 تاع بيت البلاد رانا اون تورناج راح نستأنفوا التورناج ان شاء الله وعندي هكا حاجة مشروع دونك راح يكونوا إلى جانب بنت البلاد إن شاء الله بنت البلاد إن شاء الله بإذن الله في رمضان 2022 لكون نحي إن شاء الله 23 23 إيه إن شاء الله رمضان 2023 إلى حيانا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يا ربي دونك راح نشوفوك في عدة أدوار بلاك ممكن زوج ثلاثة حاجات إن شاء الله بإذن الله وشنو هو الاختلاف بيناتهم؟ والله ولا قاعد ضاوية لا 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 داويا سي نوت بار دو مون داويا فيها سحبه مفقوده كاش بحالها عندنا مكالمه اخرى الو مساء الخير وعليكم السلام مرحبا بك نعم كمال قسنطينه مرحبا بك وبناس قسنطينه الله يطول عمرك شكرا
يلا تفضل نجوزو معك ديريكتومو الى موضوع الحلقه. الموضوع يعني كنت ناحيه. قلت لك الموضوع يعني كنت ناحيه. اها. اي والله ما شويه ما كانش مشكل هذا الزوج يعني يزوج اكثر منه ولا يبي ياخر منها ولا انا الزوجة تاعي اكثر منه بامين. الله يبارك. الله يبارك. ثاني متصل. كان وسيل متصل لقلب مسلم. كان واحد من الناس قال لي خلاني ممكن خلاني كل ما ربي يرحمها. ربي يرحمها. ربي يرحمها. ايه قالت لي شوف الجهه الكبيره اللي كنت حاطها في البرباطيك وكي تصير هذيك الحمد لله. ربي ان شاء الله يطيب العشره ديالكم. الحياه كما قال واحد تجارب. أكيد. وزواج مغامره. أكيد. صح بين تنين يعني يكونوا قراب في السن يكونوا بعد في السن اهم شيء انهم يكونوا هما اللي خيروا بعضهم واهم شيء يكونوا متفاهمين مع بعضهم مزيان لانه الحياه مشاركه الحياه اسره طبعا. الحياه مشروع كامل لحياه كامله خلينا نقول تنين خيروا باش يكملوا كملوا حياتهم مع بعضهم الى الابد كما قلتي دونك تحياتنا للسيد اللي كان معنا من ولايه قسنطينه تحياتنا لكل المتابعين من 58 ولايه قولوا للزملاء بلي مكالماتكم كثيره راكم وصي بقوه على منصه التواصل الاجتماعي والصفحه الرسميه لقناه الحياه الجزائريه رمضان 2023 مازال الحال عليه شويه دونك راكم مع الجزء الثالث راح نستأنفوا لمسلسل التصوير كنا يعني اون بوز ودوكا راح نبداو طبعا فوالا دونك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نشكرك جزيلا في هذا المسلسل وفي كل الاعمال الاخرى الوقت جاز فريمون بسرعه اكيد وصح على جات حاجه دوز وقت خفيف بسرعه يعني والقعده معك ما تكملش شكرا جزيلا امين الله يعطيك الخير شكرا لكل المشاهدين كل من تابعنا عبر قناة الحياة الجزائرية تحياتي لكل زملاء اللي كانوا واقفين على هذا المباشر بقيادة المخرج محمد لونيس رزقي دونك نتلاقاو في عدد آخر من برنامج الحياة بريك على قناة الحياة الجزائرية بقوا أوفياء وأوفيات لباقي برامج قناة الحياة.